قليل أمضره أشنو؟ والله يميز قلوه رمشة فيها هي القضية مزيرة عند الرئيس كيف بيض بيضة هنا وبيضة في العش السوق هو والقنطرة في ناية الله يلحقكم لأولادكم على خير الله يخليكم ويرحم لكم الوالدين السلام عليكم راح السلام عليكم وعليكم السلام كيداش الاجتماع السي بوعلام مزيان انا ديما نيشان وما عندهم ما يصغروا مني وقتي ديما نيشان الحمد لله ما اديت لحد ما تعديت على احد درت لكم تيران ديال الكره ودرت لكم تفرق واش بغيتوا مازال هي على هذا الحساب الانتخابات الجايه ضامنه طيب ديك فين حنا وفي الانتخابات الجايه واجاج العشاره كيتكتف مع العاشر الدكولي ما بغيت شي يجي تعز الصفوف ديال الفريق هاد الساعه مازال ايوا الدراري كلهم موجودين خاصهم غتا ولا بغيتيني انا موجود نيشان قال الله ينعل لي ما يحشم ونيشان فعل المنزل ومعول علينا قال لي وعول عمرني ما شفت واحد دير المارشي من الواد اللي هي وناسي القنطره وترى ما ناسي والو راه بالعاني دار المارشي من الجهه الاخرى اللي من ليه باش ياكل فلوس القنطره هالكلام وانا عييت معاه السي بوعلام السي بوعلام كله قيس عرفتي باش كيجاوبني حتى نولي انا رئيس الجماعه ورا ما نقيس المره الجايه نشوفو سيدية السعدية انت فين غادي تكون مشات هادي عاوتاني لقيتي ليا شي حد اللي غبرها عليا ولا لا هاني سايره نقلب انا خدامه معاك غير صبري شويه شوهتني في الدرب انا هرو مطل وهي تابعه الكره بحال شي زفري في الزنقه حسابك هشتي دابا انا كنقلب ليه على شي كويري بحالها اللي تفهم معاه كويري بغيت كويري واش ما بقاوش ولاد الناس موجودين فين هما ايوا يساوب الباني واش بغيتي دير ليا شي فضيحه عاد قال لي ديك الساعه انت ولد الناس صوب الله يصوب الله ايوا الله يخلف الحاجه شوفي قلبي ليا على شي راجل فين ما كان جيبيه هو الاول دابا غادي نمشي نجيبها هي الاولى بعدا وحد الله اي الله يكثر خيرك الله يعاونك الله يعاونك زيدي
لالا منانا فين كبرتي عليا؟ وانت قول على السلام، انا خدامه معاك. كنت خويا راه جديده هالخطره، لقيت لك واحد البنت اللي تليق بك. ياك ما عاودتوني شي وحده شارفه خصها في من تلصق. ما تحكم انت تعرف بنت من هي. بنت من؟ بنت الحاج. الحاج؟ الحاج من البركوات. وربعات البركوات وفيرما وسبعة المحلابات وستة العمارات فاسفي وفران وثلاثة الكاميوات وحانوت كبيرة في فرنسا وسعدات كالانغوست. لا 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 لا، شوفي لي شي حاجة أخرى، هادشي بزاف عليا. لانغوست إلا شي تفلتي هاد الهمزة راه بغات تندم. شتي كون سمعها شي حد آخر كون طار ليك بيها. قلت أنا مع راساتي لانغوست هو الأول. السلام عليكم. زيد والله العظيم عليك زيد عشيتي ولا باقي؟ معشيت بس يا مان بس ودعاء واحد عيب علاش كتشوف والو سامي من العين نمشي. ودابا الناس كلها كتقول نصوتوا على الحاج علي. لا تزربش بشوية بشوية، خلي انت تفوت هاد اللجنة اللي جات نشوفو واش غادي دير، عاد نشوفو روسنا هنا. وين اللجنة دير شغلها وحنا نديرو شغلنا، راه حتى واحد ما بقى كيقولها فيه زوينة. إي راه حولو حتى واحد ما يقولها فيه زوينة، ما كيشاور حد، ما كيدير برأي حد، كيدير داكشي اللي قال لي راسو. ولكن أنا لو وليت راس الجماعة ما غاديش ندير بحال وليدي يهز الزنقة والناس كيلعنوا فيا. هادشي علاش الناس باغية تصوت عليك أنت. إوا اش غادي ندير أنا؟ هاد بوعلام باش نجح. وباش نجح دار فرقة الكورة. يوانا اش خاصني ندير؟ دير فرقة الكورة، هو دارها لهي في درب الحجر، حنا نديروها هنا في درب العوينة. علي ياك ما غادي نخسروا الفلوس فاش الحاج. غير شوية غير شوية غير شوية. ولكن انا ما كنفهمش في الكورة. انا هادشي ما تخممش فيه، انا المستشار ديالك ومن دروك كنفكروا كيفاش نجمعوا اللعابة. الحاج الا وليتي رئيس ديال الجماعه ما تنسانيش. ويلا لا تنساك حنا دراري. ويلا طلعتي للبرلمان عاوتاني. هادشي فيه البرلمان واشنو؟ شوف علي والله وقعدت تمشيت للبرلمان ترجلي برجلك صافي. يلا ولا لا مننا ولا مننا راه نسيتيني. راني خدامه غير معاك، قلت لك واحد بنت الناس اللي تليق بك. ربي ربي شكون هي؟ بنت الحاج. الحاج اللي عنده البركوات، عنده ربعات المراكب وفيرما وسبعات المحلابات وستات العمارات فاسفي وفران وثلاثه الكاميوات وحانوت كبيره في فرنسا غناك بغاه. وانتي ما فراسك راني خدام عنده؟ ومن بعد وراه ما غيبغيش. هي ما عرفتيش مننا اش كتسمع. عرفتي الا مشيتي تدرتي هاد القضيه مو مننا غنعطيك الدوبل. ما تعطينيش الدوبل، عطيني اللي اتفقت معاك عليه. ورا باقي ما خلصونيش. وتا يخلصوك كتعرف الدار. خليني نفكر. انت ما باغيش تتزوج وغتبقى غير كتراوغ. ورا الزواج هذا علي خص الواحد يفكر. ايه سيدي زيد فكر فكر. وزعما هي قابله؟ واش بغيتي بنت الحاج؟ وراه هذيك راه بحال اختي، والحاج بغى يولي رئيس الجماعه وهذه هي الوجيبه. واش جاب الجماعه للزواج؟ هو باش يربح في الانتخابات خصو يدير فرقه ديال الكره بحال بوعلام.
والفرقة ديال الكرة خصها كويرية معلمين بحالك. أنا غادي نتكلف لك بها. وما عمرني حملتها. غتلقى ما أحسن. وراه لك نعرف اللي لك لك. تاني غتبقى بحال هكا. وترجل أصاحبي شوية ترجل مالك. واش دابا هاد الهضرة هادي للرجلة؟ وراك كبرتي يا الدكاري راك كبرتي. أجي عليا جاك هاد النهار. ما عمرك هضرتي معايا في هاد الموضوع. إوا أنت أخويا اللي ديما ساكت. ما كتقول والو. باش غنعرف كان راه باغي يتزوج أصاحبي باش. أنا ما باغيش نتزوج. راك باغي. غير ما مدخلهاش لراسك. ياك. ولعب لعب. علاش داكشي ما قلتيه ليا والو؟ اش درتي فيش؟ كلشي هو هذاك الحاج، كلشي عندنا مزيان. عندنا الدكالي هو الاول. الدكالي اللي فيه البرلمان ولا؟ الحاج راني هضر معاك على الكرة، على الفرقة. هذاك الدكالي العجيجي ما هذاك حتى هو؟ وهذاك الدكالي راه من الكويريا المخيرين في الفيلاج. عجيب اسيدي والله إلا العجب. وغادي نشوفو، غادي نشوفو اللانغوست. لانغوست؟ كان كيكتب في واحد الجورنال ديال الرياضة شحال هادي، ما فراسكش. لا ما في راسيش. وكان قول قبل ما يضربوا كاميو. هذا ضربوا كاميو هذا. هو اللي غيتكلف لينا بلانطريما. علي ما ديراش مني قل الصواب. ياك ما هالبيعة وشرية غادي تدينا شلة فلوس. والحاج راه هضرت معك، هضرت معك قلت لك غير شوية غير شوية وصافي. ورا نوح البراد خور ديالتي. علي هذا هو الوقت باش تشوف شغالاتك. وعافاك بطر ليا بهذا الشيء، راه داركنا الوقت. يلا الله يرضي عليك. هاي موتشو. عاف الحاج. تعرف لانقوس؟ ها الحاج. سير عافا ولدي بجري ياكل مولي، يلا سير. واخا الحاج. انت مالك على الدخان مالك؟ تكلم الحاج. سير اللي على سلعة. لانغوس سمعني مزيان وحل ودنيك مزيان، بغي يقول لك عليه شي كلام. لانغوس الحاج بغى يصوب لينا فرقة ديال الكرة. هو ما قلتي والو اسيدي. فرقة ديال الكرة سمعتها؟ هذاك الشغل وانا كنفهم فيه. وين نتوما جاكم هادشي؟ لا راه هادشي علاش الحاج هنا؟ راه بغاك تعاون وتخدم معاه توقف معاه. ولانغوس راه معاك داويين، راه هذا السي الحاج بغى يصاوب لنا فرقه ديال الكره. ولاش؟ راه هذاك السي بوعلام داير فرقه والحاج ما يديرهاش. كيشتي نطفرو بوعلام عمو خرويد. الكره ما كتبغيش تخلوي. حنا ما عندنا ما نديرو بالتخلوي. خلنا عليك والله على تقليدك. واش هذاك بوعلام اللي داير فرقه احسن مني انا؟ لا ماشي احسن منك حاشا، واني هو قادر بها مصلحته. يا راحت يعني راه هادشي اللي الحاج ضده والناس كلها ما بقاتش بغات بوعلام. وباش حنا نهرسوه في الانتخابات الجايه نديرو حتى حنا فرقه ديالنا وهالحاج واقف معانا. ايوا دير السياسه وقولها ليا من الصباح. انت هي راه كنعرف فيها مزيانه. هادشي اللي بغينا، بغيناك اسيدي تكلف لينا بالدراري وحيد عليك هاد الكارو بالديتاي. ها هي حاجه نقولها لك من هنا، انا راه ما بيني وبين الكره عا الخير والي حسان قد السماء على الارض. هيا كل ما هو اوراق رخصه شكايه الرباط ضربوا على كتافي. وانا راني غادي نتكلف لكم بالاداره وبالفلوس. وانا نقابل الدراري. ها ها هادشي اللي بغينا، دربهم لي ناسي. واش غادي يدربوا؟ انا راه بغيتو يجمعوا ياك يعرفوا يلعبوا. لا الحاج المدرب لا بد منه ضروري.
اه ضروري الحاج، راه باش نربحوا خساره الخطه تكتيك. والله ما كيعرفوا يلعبوا حاجه. لا بلاتي كون كانوا يعرفوا يلعبوا اش يحتاجوا لهذا اللي يدربهم ولا الخطه ولا الحرام اللي كدوا عليه انت. لا لا سيد الحاج، لا لا خطه مهمه وزيدونا نعدي واحد الخطه جهنميه، تكنيك مو براتيك مو بشي شيك مو خاصني افريقيا. وعرفت اش غدير؟ الحاجه اللي تسبق الاولى هي غادي تدور وتجمع الدراري كل من هو كيعرف يلعب كره غادي تجمعي لينا. لا سيد الحاج لا، هذه لا، غادي تجمع الدراري كنا غادي نقلبوا اليوم. شحال غتعطيني؟ ما نعطيك والو ياك تحب الرجال. سي الحاج غادي نعطيك انا واحد النظريه، قلبوا على شي واحد اخر من غيري انا. لانغوست انا خليه يمشي. لانغوست سير خليه يمشي علي، انا دوي معاك. خلي حنا جينا عندو كبرنا بيه هو سير كينفقوا علينا في كتيفاتو من درك. سير خليه يمشي. لانغوست ريح. فلوس 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 علي، دويتي معايا سبق لك فلوس وما نقولي ياك على اللعب تو نعطيو فين فلوس. السي الحاج الله يهديك، حتى كضل كاع النهار وتتبع الفلوس. عايك لا تديش علينا وعلى من غندي سي الحاج. اخا سيدي عليها الواحد. شحال بغيت الحاج؟ تفاصيل نهضروا فيهم من بعد. لانقوص تهلا عليها الواحد يا تمعرو. كارو ما بقيناش كنبيعوا الكارو. اسمع له هذا سطا ولا مال ماشي بعيد الان اللي كنشوفوا ملاعب فارغه صحيحه يعني كيحز في النفس اننا نشوفوا الكره الوطنيه ترجعت بهذا الشكل كبير. عطيه شاديه الله يهديك الكابنيتي اللي ما في السريبيه هادو مالهم درك من الصباح هما يضاربوا على هذيك الجلده بلا فايده. علاش درك تيلعبوا كره خاصهم يخشيو في ديك الشبكه. وي سير ودروك اللي خشى نقول هو اللي يربح. لا 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 دابا انت كيسالي الماتش ما تيحسبوا شحال دخلوا اللعابه باش يعطيو اللي دخل بزاف هو اللي يربح. وشحال داك تاع الوقت كيلعبوا فيه شي كامل. اوه ساعة ونص ما يجيراو جنونة يدروا لو عفاريت زي الناس ولي مال باب باب تابعونا هذه المباراة في المركب الرياضي محمد ورا داخل المربع وصلت اللاعب حفيظ بلانتي واي كيف عار الله بيت مالو ربحوا في الستينيات وفي السبعينيات كانت بطولة قوية بالأندية ما بين الأندية قدرت حوالي 30,000 متفرج. واش بصح بغا يدير فرقات الكرة؟ شكون اللي قالها لك انت؟ ايوا الدرب كله راه في خبار. الدرب الدرب هذوك راه ما كيلقاو ما يديروا كيبقاو يتلاهوا في الهضرة. أنا الصباح كنت جاي هضر اللي لقاني كيسولني كيقول لي واش هذيك الطفلة بنتك تخطبت؟ ندعي عليهم تا هما. ايوا خاصها تخطب نيت باش تجمع راسها. النهار كله هي تابعة ديك الكرة تخبط فيها وتهرس في البيبان. قراناتها تجوجوا ولدوا ربعه ديال الدراري. انا راه غنشوف بروندينو اش هذاك المسندر اللي معلقه والله لا دخل عليا. وتي لا كان كتاب لي مال اللي بغات بروندينو نجيبو له لعبه الكتاب. لعب كورة مزيان اللي كيعرف يكور يا زيدو. شحال قيدتي دابا؟ سبعة. سبعة الله يجعل البركة. لا ما يمكن شوف خاصنا 11 لاعب. علاش 11 لاعب؟ ايوا هذا هو القانون. قانون شكون اللي دار هذا القانون؟
باركوا على قدو كاع كنشقوا به البحر صيف وشتا ليل ونهار اللي كيباش ديالو ما كيتعداش 13 خلق. هادو باغيين عيلعبوا خاصهم 11. وهذا هو القانون الحاج. غدا من القناة عند الحاج. اللي تقيد. يلا كملوا خدمتكم. ديال لانقوش. شحال باقي خاصك دابا؟ خاصني 4. 4؟ علاش ما نجيبوش هذاك اللي مشهور من الخارج حنا كاع ونهنيو راسنا من هادشي؟ راه هذاك البارح الدريه بنتي عاد قالت لي سميتو البارح. شنو يطول؟ لا حليمه. قال لها هذاك اللي ضلوا يهتروا به الدراري نهار كامل وما طال في القهوه. رونالدينيو؟ هذاك نور الدين. علاش ما نجيبوش حنا ونهنيو راسنا من هادشي؟ ولا انت راه غالي بزاف هو. انت شحال كاع شحال كيطلب كاع؟ والله هذيك راه غاليه. تمام دحنا علاش بغينا نشدو عام راه غادي نشدو 10 شهور تنوقفوا على رجلينا وتفوت الانتخابات ونقطعوا ليه نصيفطوا شحال غادي يطلب ديال الفلوس في الشهرين ديال الخدمه ديال اللعب ولا واش باغي يلعب ما كيسوى والو كيني انا كانت هادي حسن كاع تاسير تحنزز فيا تاسير تعال غادي نديرو فرقه انا فرقتي ولا نقول شي يدربكم وتا حاجه ما تخصك طلع صافي غادي انا نعرف بوك طلع بالسلامه الدراري يلا بالسلامه يلا سيدي يلا حاجه ما تخصك مالك ما تخاف كلنا نترينو صافي ها ولا شي تكور معنا في الفرقه وما يخصك حتى خير ان شاء الله راه الا شدنا البلدان شي حاجه غيتهنا خاصنا لعاب واحد وحارس. حارس؟ اي قول لي كي غاردي الشبكه. ايوا هذاك راه واقف اللي كان يديرو وديري الثاني يا كاع واقف. واقف؟ اخا سيدي واقف. قال لك واقف. زين عبد الكبير تدوز لعبد. خالي هاك شتري ديلات دير حيد عنا النخلة غادي تجلخ لنا الطابو قالك واقف قالك السلام عليكم. السلام. عرفوا شو هاد الطفل اسمه كنيشيش؟ لاش بغيتي؟ لا يكور معنا. علاش تأكد سيدي؟ عندنا الفارق اللي بغيت تكور معنا يلاه ما حدش. هو انا. ايوا سير جمع حوايجك اللي بغيت تكور. واخا نمشي نجيب حوايجي من هنا ونجي؟ يلاه طلق راسك. شكرا. سلام.
عندي حوايجك؟ ما عندي حوايج، هذا الشيء اللي كاين. وعندك فين تسكن؟ لا، ويني ماشي مشكل، نسكن عند اختي. والفرقة يلاه بدات، ما عندهاش فين تسكنك. ويني ان شاء الله إلا زدنا لقدام غنتهلاو فيكم. ياك الحاج؟ هي هي، غيكونوا رجالة ويحمروا الوجه ورا حتى حاجة ما تخصهم. والفرقة ديالك اش غدير معاه؟ ما غادي ندير معاهم والو. الدنيا هانية؟ كيتسالوني شي فلوس. ها اللي قلنا. فلوس فلوس فلوس، ما كاينش اللي يدوي معاه وما يسبقشك فلوس وما الاولين. شحال كيتسالوك؟ ماشي بزاف. شحال؟ 100 درهم. ها؟ ويلي 100 كاملة؟ شريت بها كيطمة ديال الكرة في الموسم. عطيه لنقوس اللي عندك تما تن يعطيه. تعطيه أنا، عطيه تندير ون عادل وعادل هاك اعطي هادي لعبد السلام صافي ها وقول لهم راه غنرجع شي نهار الله يعاون الحاج عافاك الى موقف واحد دقيقه علاش وقفتينا هنا وليد؟ ياك لاباس؟ بغيت توسع؟ انزل سير الخلا. لا الحاج، خاصني نقول لك شي حاجة. اشنو؟ الفلوس؟ غنهضرو فيهم من بعد. لا لا ماشي على الفلوس. واشنو؟ كي شتي نتوما جيتو كتقلبوا على خنيشيش، ياك؟ ماشي هو أنا. ماشي هو أنت؟ واش جاي دير هنا؟ حتى أنا كنعرف اللعب. وعلاش ما قلتيهاش علاش؟ كي شتو نتوما جيتو كتقلبوا على واحد آخر. وما غاديش ديوها فيا انايا والله الحاج دا كنعرف نلعب نزل الحاج غير جربني واذا ما عرفتش نلعب رجع بحالك نزل يا من طوبوبيل نزل عطيني اتساع الله يرحم الوالدين الحاج غير جرب نزل الكذاب اللي ولدك ملي ما تاشخنيش لا سير كتغشش فينا الله يغشش لك الضلوع نزل سير بحالك الحاج بلا مزوق فيك الحاج شوف والله ما لعبتي مزيان حتى نوقفك على الجدار 100 لا بدي زينه اسمك بعدا العيساوي عيساوي وعمى لا بدي زينه نيت سمعت الهضرة ديال شي فرقة ما فرقة فرقة ديالك ديال شعر وديال الكراسي يومالها سير كتكبي فيها يومالها خويا كاين شي قانون في الدنيا يمنع لي نكبي فرقة ولا الجماعة ديالنا صغيرة وفرقة وحدة بزاف عليها ها ما قلتي عيب حيد اخويا الفرقة ديالك انت الحاج والكرة بعد عليها وبعد عليها وقلت ما غاتخسرها فلوسك وسيدي انا باغي نخسر فلوسك انا بغيت ما يبقاش لي تفرنك باغي تحكم معايا وخلاص علاش ما نتحكش معاك؟ يا غادي الرياضة، كتبغي الاحتكاك. الرياضة؟ تاع سمعت انتخابات قريبة بغيتي تزاحم معايا. لا كاينة شي انتخابات. والله ما في راس. غير ما في راسك ولا الشيبان. ودابا تشوف هاد الكرة بشحال غادي تخرج عليك. دابا نشوف. واش كدير؟ وسيروا تلعب. سيروا خليوا السيد يخدم لي خاطر وهاد الشيء ديالكم. سيروا. قال انت باقي واحد هنا غير شويه تاع شويه على اليمين ديالي سير وليدي وسيرو انت ما عارفش اليمين من اليسرى اليمين ليدك اليمين هز شويه هاك زيد زيد هاك قال هات شوف هات دير على الحرف وها شويه هاك هك يلا جبد المسمار
نزلزل او نعمين في البلاك هذي. سيروا يتلعبوا. سيروا هار القلم سبع شد بي السلو هار الله. هيا اخي جر قد ولا من قد مالك اي حساد دم ياطي. يلا سير هاك واسلو والحق على قيل المحل واخر. يلا الله يعطيك. واسيروا لي سير تسير تسير في ريالي طريقنا والحر رئيسنا وتسير في ريالي طريقنا اللجنة راه عاودت رجعت بو على ما بقاش كيخرج من البيرو راه ولا يبات تما. كمل لانغوست كمل. قلت لك اسيدي كان عندنا واحد الماتش واعر مع اولمبيك ولاد عبو كان خاصنا نربحو ب 5-0 بالقله 5-0. مشينا سيدي للتيران ما لقيناش ديك الفرقه اللي غنلعبو معاها ديك اللي خاصها تطيح الا ربحنا هنا. شاو سيدي عندهم وطران جاو معاهم قال لهم ما تجيوش باش نربحو حنا بفارفي ويدوزو ما بقولها ميراج. واه فريد هادو صح. كيش تينا سالي ومعا بلاتي نعاود ليك. واشنو درتو؟ داك التنوع ديالهم انا دار بلي حزمة فراسي. ديت معايا تونيات اخرين وجمعت لي رومبلاسون ديالهم وزدت عليهم شي دراري من الحومة عندنا وشي دراري من الفرقة عندنا وكملت شي ورات ديال الطاكسي ولعبنا معاهم. بعدو تما سيدي 400 ريال لواحد. ولاربي؟ ما ولاربي. تا هو قلع حقو. وهادي والله ما طيح على شي واحد. وبلاتي هزي الحاجة أنا جايك. والمشكلة الآخرين صدقوا مزايرينهم. الله يرحم باك. والله ما بقاو فاتو السونتر. عرفتي واحد الشيفور ديال الطاكسي بالقلة عنده 42 عام ضرب عليهم الجبيوت. والله يهديك درت عنده 40 عام. شي دوك ثلاثة ولا أربعة رجال اللي جالسين ما غرضهم لا في كورة ولا في والو كلهم جاي على قبلك. على قبلي؟ دويتي معاهم؟ دويت معاهم وعمرتهم مزيان ولو كيش قلبوا في عينيهم. بدا باش في خدامين؟ وتي تقادي كلها فاش خدام دوكا الحجام عرفتي؟ كيف كنعرفك كنتو ديما قدام يا ما سيدي فيا ولانغوس بالديتاي يدي على الديتاي دابا ولا مدرب الفريق ديالنا اوكي
واش درتو؟ واش درنا؟ بريمير ميتا خرجنا خاسرين جوج زيرو. إيه؟ وي دوزيام ميتا زدتو ما زيدي 500 درهم. بزز باش ربحنا 3-0. واه يا تحطو. واشنو؟ فرتكنا الجوقة من التيران. ما تنعتيش كنا خايفين. اش كتخبروا عاوتاني؟ والو، كانوا راه الخطاب اللي جبت ليها باش ما تقوليش ما خدامش معاك. شتي هذاك التيميل كان معلم، دابا ولا تيبع الثوب. وداك المتكالي هذاك ديما مزيز ولابس مزيان، لا خدمه لا ردمه، قال ورت على باه والله اعلم. وكيشرب تحد فيه وما كيشرب، ولكن كيضربوا شي شقيف ساعه ساعه. شكون شفت يلعب كره مزيان؟ هو كلهم زرقين. وهادشي انا غير كنقجم معاك ويلي. بزغ العلا. هللوا يا شباب العوينة، أنحن في اليقظة أم في الحلم؟ أطلت علينا بشرى احتفال بكرة القدم. الحاج أهدانا فرقة، أين كرمه من الكرم؟ ليدم جودك وكرمك يا فخر القبائل والأمم. هذا هو الحاج الذي أخرج حي العوينة من العدم. لساني وقلبي يهتفان لتحيا كرة القدم. غادي نبداو يتسابقوا عليك، عندك غير تحيري. نروح حيره من دابا وتلقيني نمشي في حالي. تجوجت بعدا وتقادي بعدا تقادي ماني عوجه. وحاكك فيهم مزيان تتغلبهم انت. ها واش الشبه تيغلبكم؟ لا اشوف راسي عريان قدام الناس وعليا باليمين باش يحلفوا رؤساء الجماعات. يا مشيتي تربحتيني يا تا الجماعه تسبح لك فيها. وانت والله مشيتي تغلبتيني انت وهالمرضى اللي جايب يا الفيلاج. لا باقي عمرت وانا واش الا ربحتيني انت وهاللحيه انتفها ليا. والله مشيت تشديتك يا من خليك فيها شي زغبة. ودابا نشوفو. ودابا نشوفو واحد اخرى. دابا نشوفو. كل شيء مزيان سي بوعلام. من الحميدين الشاكرين. دار لي المعارضة في الكرة. ها؟ أنت اللي مشعل عليا العافية. وباغي مازال تيران ديال جماعة دلبوفي.
وحطينا الطلب ثلاث ايام هادي. ايه وليني ما قلتيش لنا امتى بغيتي؟ بغينا الثلاث الخميس والسبت. اختاريتي اليامات اللي كندربوا فيهم حنا. واعطينا الاثنين سي بوعلام. الاثنين كندرب الجمعيه النسويه النهار كله. وانت كتحضرنا واخ تعطينا الاربع والجمعه؟ الاربع والجمعه كنصالحوا. واش التيران ما يستراحش؟ نبقاو نشدفوا عليه كاع السيمانه. شو شي ايامات اخرى؟ ما بقى نهار. السيمانه راه هي هذه سي بوعلام. هو هي السيمانه قصارته. كون كان فيها 10 ايام تكون مزيانه. ولكن انا غنقول لهم في البرلمان يزيدونا يومين ولا ثلاث ايام ولا حتى ربع ايام باش الحاج يبقى على خاطره. السلام عليكم. وعليكم السلام. سي علي قول لي ناش قال لك الرئيس؟ عييت من سيسمع ما بغاش يعطينا التيران. لانقوس غدرينو في البحر. عندك الحق الرمله كتربي الركابي. وانت ما شتيش رونالدو ركابيه قداش رباهم غير بالرمله. انتوما دركا وجدتو واجدين قد نعول عليك عاون علينا رجاله. انت الماتش سيدي؟ الماتش نهار السبت. هاد السبت هذا؟ لا لا السبت الاخر. دراري قرب الوقت. شباب باقي لكم 10 ايام. وا المهم انا شتك ما درت معايا والو. واش انت دابا ما لاقي شغل؟ فين ما نخرج نلقى واقف كتسناني هنا. واصبر شويه برك تيبي نشبتيني وما رديتي عليا جواب. وليدي ديما كنمشي نتقدى للحاج كنمشي عندهم للدار زعما باش نشوف السعديه. عرفتي من نهار الشتاء ما بقاش كيجيني النعاس. في الصح حتى هي مره كتضحك ليا. تضحك معاك وغتبكل وتشرب هاد الضحك. علاش مالي انا غنبقى بحري نجر الشباك؟ راه غنطلع قراد فاش غنتزوج بها وديك الساعه نشري ليها اللي بغيت. هي دابا باغي دجاجه بكمونه. هي قلتي لي غتهضري مع الحاج هضرتي معاه بعدا؟ راني هضرت معاه. بصح وانا غادي نصفط عليك ولا تهضرت معاه؟ وهاك هاك شي سريد لي عتاك. عاوتاني السرديل. عليك امتى غتسدو؟ مازال شويه. عطيني واحد. عطيه واحد جوج كيلو بقري هبره. عطيه هادشي علاش؟ اولي عرفت علاش انت ما عرفتش. الله يقوي الخير تلقاه في اخرتك ان شاء الله. وجيب لي شي خبيره زينه راه شفت هاد الايام كثر على الزحام. وانت كلهم طامعين على فلوس الحاج. الا انا لا منان والله ما كنفكر في هادشي. يا انا عليك البانضي فسير تفكر. شوف ما يكون على الخير وتعا خليهم يتسابقوا ويجريو. تبن كيجي الريح ويديه كتبقى عالسبولة التامرة أرارة. بسم الله. وقلت لك تلقاه في آخرتك. أعطيني واحد ربع دجاج ترى الشهر وحيد لي الجلدة. راه غنحيد لك الجلدة حتى إلا ما خلصتيش. المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء في مدينة سايتاما اليابانية في الحلقة الأولى من الجولة الآسيوية التي يقوم بها أبطال الدوري الإنجليزي. درت لك موعد معها الربعة العشية في الجردة. راك ما طرطا صاحبي شفت شوية خلينا نخدم. مالك أصاحبي الموعد دبرنا لك عليه أش باقي بغيتي؟ أو ولكن أنا باقي ما قررتش. انضم ديفيد بيكهام الى رفاقه الجدد في فريق لوس انجلوس جالاكسي. كتفلى عليا كتفلى عليا يا صاحبي. ما كنتفلاش باقي ما قررتش صاحبي. غادي تمشي للميعاد بسبب هاك 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 ه
ما ترتاحش فيا سير تريح جوج تريح ريح انا رهنا ما صاحب تلعبي لعبي كره صاحب التسير شدي هات ها ومني حلفي والله ما نحنتك انا جاي نريح راهم بلاصين على ما نجي ازالك كره اه شحال هذه ما لعبت جرادي اش من جرادي الغازو بحال اللي كيكون في التيرانات طبيعه زعما في الصيف ملي كنت كنمشي للعروبيه في الصيف كان كيعجبني ننزل لقاع البير ونجلس نتفرج في الجران تانا عزيز عليا الجران وخصوصا في الصيف الله اعلم كي غيكون هذا الصيف الجاي ايوا بحال الصيف اللي فات واي يا الهضره اللي كتقول كلها معاني منين تجيب هذه الحكمه منين قريت شويه في الجامع كان الفقيه كيسلخنا داكشي علاش تعلمنا بزاف ديال الحوايج شلا حوايج تعلمت عزيز عليك رونالدو رونالدو شكون هذا ايوا فوهيلي شكون اللي معزيش عليه رونالدو بالعمان والنوار كتبغي النوار اليوم في الشهر علاش هكاك كيعجبني نحسب حتى 30 في الشهر كيدوز الوقت دغيا ملي كنبدا نحسب ملي كنت جاي دس على واحد البناي معلق فوق واحد الدار الفوق وقلت باز سيدي وما خاف ما والو سبحان الله العظيم هاجر صافي شيتو وما ما بغيتش نبقى نصدع لك راسك بالهضره انا بالعكس كنستفيد منك بزاف خاصني نشكرك بزاف لا انا اللي خاصني نشكرك لا انا اللي خاصني نشكرك ونشكرك بزاف انا اللي خا تهلا تهلا صافي نضرتو طرختي المسمار شنو المسمار الزواج ما هضرتوش على الزواج وعلاش هضرتو لا والو ويني تعرفنا مكلخ وغتبقى ديما مكلخ واش انا جايب لك البنت حتى لبين يديك وكتقول لي تعرفنا باقي ما قررتش قلت لها شحال من مره اشنو باغي اشنو باغي قول لي اشنو بغيتي اشنو باغي ضرب معاك انا تماره شحال ديال تماره ضرب معاك وانا ما قلت لكش ضرب معايا تماره وبخليش غلاتي ولاش تخليش غلاتك لاش باش نجوزك وباغيش نتجوز حتى لدابا حتى لدابا لا ما عمرني ما قلت لك انا باغي نتجوز عقل على هادشي اللي كدير عقل عليه مزيان عقل عليه مزيان وراني غنخلفو فيك بلاتي انا فاعلي شو ها وبلا القادر مع ما سيد الحاج دابا انا واش تخرج تاني ولا شنو ومع ما سيد نخرج بخمس بحريه الا فين مشاو مشاو يترينيو زعما لاعبين مع البارسا لا تهكم مشى لا تهكم ما كنعرف اشنا هي يا كاين اللي كيلعب في هذاك المسندر ولا اني سيد الحاج راه 15 يوم هادي وانا كنخرج ب 10 اليوم ما ولاو على 5 اللي هضرت معاه تايقول لي راه اللهم الكره ولا البحر وفين مشاو وهذوك الخمسه حضروا عينيهم تاعي ومني بان لهم ما بقى ما يدار مشاو يعيدوا مع والديهم عيدوا مع والديهم ايه جاد وجماد وفين هو العيد العيد راه فاق وقول حتى سيد الحاج خزي قنوس الحاج راه الحاج ولا جبت لك السميه ديال داك الاربيط اسمو عبد الرحمن فاكتور رحمن فاكتور اه
قلت لك هذا الماتش. نعم. خصك شي حاجه؟ الله يسر سيدي، الله يعاون، الله يسر، الله يسر، خلينا نخدو غرضنا. قول لي راه ما قلتي والو، قول. اش نقول لك علي؟ راه انت اللي من قبيله ما قلتي لي والو. يا انت عبد الرحمن، واش انا من الصباح وانا كنشرح ليك صح؟ اللي عليا شوف 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 علي، اللي عليا انا هو لاطاكون، نخرجوا ليهم هو اللي عندهم. شوف شغلك هذاك، دبر راسك، حنا خصنا نربحوا. الحولية العيد راه على حسابنا. الحولية؟ ايه، ولكن خصكم تعاونوا معايا، واش غنجيو نربحكم؟ راه ما يمكنش علي، خصنا نبنيو شي خطة. واخا دير لينا انت خطة، راه خدمتك هادي، انت مولف هادشي. اسمح لي الله يخليك، اش مولف انا؟ اش مولف؟ واه عبد الرحمن، وعبد الرحمن راه حنا جايبين حولي، جايبين حولي ديال 40,000 ريال، هذاك الشيء اللي غيعجب مالين الدار. شوف خرج لينا محالطاكم، حنا غادي نتفاهموا معاه. صافي صافي، بقي حاجه اخرى؟ لا لا صافي. شوف هاد الهضره ساليناها، صافي تفاهمنا. تفاهمنا، الله يعاونك. شوف علي، يكون سمينا تنوضي نوضي نوضي، دوي مع بنتك زيني لي هاد الدكالي باش تجيبو جبيه، راه غيمشي ليا البرلمان. تا عاش جاب البرلمان الهضره، وتي انا اللي عارف. نوضي يا نوض نوض نوض، راه العشاء ودا، نوض نوض صلي. وكلت عليك الله. انا غنمشي نهضر معاه. كيف جاك؟ شكون؟ شكون؟ دكالي. صافي ما قلت حاجه. هاك يحشم. واش كتثقي بيا؟ تيخودي دكالي وتهناي. راه الدري مزيان وعندو الحانوت ديالو. لانغوست؟ لانغوست؟ وما كيعرف حتى يمشي. والطانود راه تيمشي بحال الكويريه القدام. وراه شيباني. وهذاك الاخر شرويط؟ شرويط؟ واش هادي سميه بعدا؟ والبنت اللي كتفكر تسمع هاد السميه تهرب. ميمتي ميمتي، كلشي باغي يخطبني حارت. كلشي باغي يخطبك. السعدية راه ما عندك علاش تحيري، خودي الدكالي وتهناي، الاخرين راه كلهم سكيرية، راه شي نهار غادي يخليو ضربوك او اللي ينساو ويباتو في الزنقة. حي ما خصناش بهم، والله ما نتزوج بهم ما بغيتش. شفتي؟ شوفي نهار السبت انت والدكالي الخطبة والكتاب، وهانتي طرقتي المسمار، والاخرين ما بقى عندهم ما يقولوا. الدكالي براسو وهو رابط عليها، انت تقولي واخا، واش هو غيلقى بحسن منك؟ لا ولو ما دواش. خصنا نتفاهموا الاخوان، راه ما يمكنش تاخذ ثلاثة ديال الرجال، خصكم تفهموا القضية هذي. والقضية رانا فاهمينها، والمرأة لا تتاخذ الراجل اللي كتبغي. اشنو؟ زعما كتبغيك انت؟ ما قلتش هادشي. وشنو قلتي؟ كتاخذ الراجل اللي كتبغي، كتبغيك انت؟ غتزوج بك انت؟ هادشي اللي قلتي ولا لا؟ وما قلتش هادشي. هي وشنو قلتي؟ ايوا شنو قلتي؟ وراه هي تختار. ها دابا متفقين، هي تختار. ما عمرها تختار شي راجل بحالك، اليوم مودر في البحر. انت كتحسب راسك صحفي بصح؟ 20 عام هذيك كتبتي جوج حروف في جورنال ما كيقرا حد، من ذاك النهار وانت مصدع علينا راسنا. والراجل هو اللي يكون مهول على راسو. هل كنت زعما؟ ايه بحالي انا، وانا ما معولش انا على الوالد يخدمني ولا يوكلني ولا يشربني. على من كتهضر؟ على شي وحدين. وانت بعدا جابك للزواج؟ ياك الدار نهار وما طال وانت كتمص في دم عباد الله، هذه خدمه هذه؟ حجام الاخر. ايه حجام ويني بمحل. وشوف انت اللي النهار المخير كتصور فيه كيلو ديال السردين، اش تاكليه ولا تبيعيه؟ دابا يقول لي اش عندها ما دير بك انت؟ بلاتي بلاتي، واش شفتوها بعدا كي دايره؟ شفتوها كي دايره؟ انا بعدا كتبان لي ما فيها حتى حاجه مكاده. إيه عندك الحق، والله ما زوينه. علاش باغي تتزوج بها؟ ما قلت باغي نتزوج بها. واش قلتي؟ وقلت في المثال الا كانت غادا تتزوج وغادا تاخذ شي راجل برزقو بحالي، ولكن انا راه اهبل. الواحد خصو يرد البال، الواحد خصو يشوف القنوفه، يشوف النيف. شفتوا النيف؟ النيف بحال المنقر ديال البلاج.
لا لا انا ما متفقش نيفا، ماشي بحال بنقرب اللرج. وانت اش كتعرف في الزين؟ تقدر تكون عاوتاني ما تعرفش طيب، ما تعرفش تعجن، وهذه بحال علمك عليها الله. ولا كنتي كتبغي دوك الشهيوات وهاد مشيتي خلا. شوفوا كل واحد يضرب على راسه، انا ما غاديش نبقى نتسناها تعزل ولا تختار، انا غادي نمشي نهضر مع الحاج ولا ما كاين ماتش. انا غادي نمشي نهضر مع الحاج ولا ما كاين ماتش. طرح تصير شمن طرح هذا؟ انت ما خايفش يفوزولك بها؟ لا ومالك مقلق؟ ما عجبانيش، ما شتيش قنوفتها ونيفا كي دايري؟ مال قنوفتها ونيفا؟ وراه هذاك الشيء قلتو انا قدام الاخرين باش ينيسوا يعطوك باتساع. لا راني نيفا داير بحال من قرب اللارج. وما تنرفينيش ما تنرفينيش اصاحبي، راني قلت هذاك الشيء بالعاني قدام الاخرين. وانت اش بغيتي بنيفا ولا قنوفتها؟ وعلقهم في كادر. نهار السبت ان شاء الله غادي تجوج. السبت؟ لا ما نصيبش، السبت راه تابعني الماتش. ومن قبل الماتش مع ال 12 يجيو العدول وتكاتبوا، ومن بعد سير زعرط مع راسك كيف ما بغيتي، انا راه كلشي قديتو لك. وضحك وضحك يا صاحبي وضحك، راه والله ما تلقى بحال هاد الوجيبه واخا تطير وتنزل. عندك تنساني، عندك تنساني ملي تولي نسيت الحاج؟ لا وي لا اضرب هاش. الله يجعل كل شيء بعدكم مسعود. الله يبارك فيك. كل الطعام كما عطينا عند الدجاج. شوية شروات شوية. طيحة في الطعام طيحة وحدة. الله يكثر خيرك الحاج.
شويه شويه عفريت سي صح كياكلوا كياكلوا مع الجريوم. عرفت الحال ماتش مربوح وين ماتش فيهم راجل لا ماتش هما كاين الماتش ديال قتال ماتش ديال الانتخابات غربحهم جوج ان شاء الله انما خصني نمشي نتقص على العدو باش نعرف الخطه يسير الله يعاون. قول لي الحال ما خاصكش واحد يعاونك واش غادي تعاون دي انتخابات العمال انا راجل مثقف والعائله ديالكم خاصها شي راجل مثقف اللي يرفع من المعنويات ديال العائله المحترمه ديالكم انما عندي لك واحد الطلب. طلب لانغوست وحتى المنبه راك كتشوفنا غرقين في المشاكل الحجره غرق في المشاكل هذا مالو اذا علاش كيقلب ما فهمتي والو الحاج وما فهمت حتى حاجه ما فهمت الحاج راه كلهم باغيين يتناسبوا معاك عارفينك ناجح في الانتخابات باغيين يدبروا على راسهم كيقولوا راه هذه هي الوجيبه وبيني وبينك عليني تخصني هذيك الدريه نجوجها بدات كتخرج الدريه وغادي تزوجها للدكالي ولاش الدكالي والحاج راه تفهمنا الا ما عندنا دكالي ما عندنا فرقه لا برلمان لا جماعه هلا خرج حتى هو سخير ابو الحاج خير شكون انت شرويط خدام عندك ابو الحاج الفيرما لا في الباركو وين باركو فيه مرام ربعه سوميه ورا كاملين اسمهم سوميه ربعه الحاج واش بغيتي دروك دابا ابو الحاج عندي واحد الفكره الا بغيتي نربحوا الماتش ونديروه في جيبنا اشناهي هاد الفكره البوهالي داك اللاعب اللي عندهم زوين صحيبي نقدر نشوف معاه كي غدير ليه غادي نمشي نهضر معاه ونقول ليه غندخل كاري دي زويت طيحني ديك الساعه الاربيط بزز منو غيسافر بيلانتي يا ولا ما خشيتيهاش في الشبكه نصدقوا خاسرين الفلوس على والو لا لا الحاج ماشي هو اللي غيشوتو علاش شكون اللي غيشوت بيلانتي الدكالي والله الا شات شي حد من غيري انا ولا فلتيه انا اللي فلت بيلانتي انا لا عمري في حياتي فلت شي بيلانتي كان كنهضر على هاد البيلانتي لا فلتيه هاد البيلانتي ما عقلتيش على سقراطيس فيها بلاتيني براسو وتقل بيلانتي وعلاش ما نديروش واحد القضيه اخرى نشريو حنا هذاك اللي حاضي القفز شكون قول قول لا عندك ما تقول يلا لا القول ما كنعرفوش ولكن انت هو نقدر زعما نشوف معاه حتى هو ولا تفهمتي يا سيدي مع القول علاش غنشوت هاد البيلانتي ها الله يرضي عليك عم ساعد خسران الفلوس هذاك صاحبك اللي قلتي له قول شحال كيطلب غنشري ليه 5 لتر الزيت الحاج 5 بزاف هو شوف بالحاج بغيت نطلبك واحد طليبه طليبه نطلبك تصرويت ماشي دابا ماشي دابا حتى من بعد سير راه الحاج غرق في المشاكل سير سير صاف تنب الله يخلف بوك شافي سير هادو مالهم يلا انت غادي تشد شرويط غنشد فيه حتى راه كيطيح وحده المهم الخطه ديالنا هي هذه 4 4 جوج كلشي غادي يلعب على البوهالي شوف ها اش كدير ها اش كدير فين اش كدير اش كدير اش كدير شتي اسي الخطه عندك فين خرجتنا اش داك تتقوسس عليهم كاع والله كون ما كان لقيت كيعرفني انت بقيتي هنا خسيت يلا حيد سير سير بغد سير هاي يخرج سير هاي وي
وليا يلي يلي كي من ذو الحرب نيب عيط حبيب سمو كيب ما وحنا بنام وفع البلاد أصلا هديش نعناع عسل هل قلتي فين تعلق الشمال؟ كل شي قليتي بقات لك هالكورة أنا ما كان فهمش الكورة عندك الحقس وينك كان حتار مراسي ماشي بحالك مشوه أنا راه ما كانتي شاعر كتاب البحرية وأنا ما كان بني السوق ونسى القنطرة ولا نحفر حفرة والغد وغد نسدى باش نلقى فين المخمخ كتهمني قول بالعربية قول بالعربية كتهمني لا تهمك هي أسمعت واعي ماني تهمني بشفرة لا 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 أسمح لي الحاج ما تهمكش وتهمك يا خويا أش حرج طيطك أنا شاهد الحاج قال لك بنيتي السوق ونسيتي القنطرة إيه المرة الجاية ما كاين لا سوق لا قنطرة واللي وصل لودني عدى ما غير نحقولا لودني لا لمناخرنا ومرة الجاية ما كاين لا مرة الجاية لا جوج بلاصتي والله لا شديتيها اليوم اليمين باش يحلفوا رؤساء الجماعات يا بلاصتي لا شديتيها لباطي ما كاينش باطي قدك واش سلوكك أنا شوف أنا خويا والله ما مشيت أنا حيدلك حي لا ما موجودش والله ما موجود اعطيني على الاقل واحد الشهر شهر والناس اللي وجدوا كل شيء شنو غنقول لهم انا الشهر يلا يقتني باش ندخل دماغي قصه هاد الجواج غدا ما يمكنش الدكوالي انت راك صاحبي شحال هادي وانت صاحبي ودابا ملي بغيت نعاون لا ما تعاوننيش ملي وجدت لك كل شيء تناد معايا الحال اس راه الناس ماشي مونيكات تلعب بهم كيف ما بغيتي هذا راه الحاج واش كتسمع شنو هي الحاج راه الحاج واش غادي تفلاو به كراك اجي علي علاش ما تجوزش بها انت اللي دير هاد القيامه هادي كلها انا ما نقدرش انا راني مراضع معاها وانت اللي صاحبي لا تجوج بها قلتها لك قلتيها ليا وا سيدي اسمح لي تنادم معايا الحال صافي صافي ما تقلقش ما تقلقش صافي ما غاديش تحشمني غدا ما غاديش تحشمني سيري البنيه راه مزيانه وكتبغيك وكتعرف تلعب الكره غادي تبدا انت وياها تلعبوا الكره دكواني كون ناضي غدا ولي لك احلى هادي لا وصه طوس خلينا نصاحب اشرب بقيتي الغدا يا اخي أشينا الإخوان مستعدين مستعدين أخاصاكم تا حاجة والو كل شي مزيان الحاج الله يخلف والحاج غادي تقليا شوية غيلفتنا على القلب ما كنتيش تكتر وها الحاج بغا يفرح بكم وصافي تا حنا غادي نحمروا ليه وجهه يا شوف خاصكم تربحوا لي هذوك الشمال والحاج غادي نربحوهم ونفوتوا الرباح ليه إن شاء الله بلا غش بلا تحرمية شوف الحاج راه ما كاينش اللي يخدم معك لبارية في الحقيقة الإخوان راه سمعنا شي حاجة شوف راه الدراري أنا كنعرفهم واحد واحد تا واحد فيهم ما شاد شي حاجة دراري شادين شي فلوس
لا علاش هاد الهضره الحاج بالعمى بغيت انا راه سمعت شي تنقنيقه والحاج راه غالكذوب راه بالعاني باش يديموراليزيو الدراري على قبل الماتش وكاينه حاجه تحلفوا وحق هذا الوالي وحق هذا الوالي وبركه هذا الوالي وبركه هذا الوالي ما نبيع الماتش ما نبيع الماتش ما ندير ليد مع العدو ما ندير ليد مع العدو الا خنت الامانه الا خنت الامانه الله يجعل هذا الوالي يخرج فيا الله يجعل هذا الوالي يخرج فيا ويرزيني في صحتي وصحة ولادي ويرزيني في صحتي وصحة ولادي امين امين تبارك الله عليكم الله يعطيكم الصحة مرحبا بكم العيالات بسم الله تفضلي بنتي مرحبا بلالة ونانا الله يكمل في خير بارك الله فيك مرحبا لالة مرحبا بخيرك بسم الله الله يجعل كل شيء مبارك مسعود الله يكمل في خير الله يبارك فيك عقبة عندك إن شاء الله أنا بعد راني كاع ما عرفت علاش جيت تبركي واش قلتي تقولي لي اش واقع انت ما فهمتكش وبالعمى السعوديه مالا خويت تخطبت دخلنا عليك بالله والله العظيم هذيك الحمقه اللي ضل النهار كامل وهي تجري هذيك الحمقه عرفتي مامن مامن اختي الحجام هذاك الوليد زوين هذاك الوليد زوين وما عرفت اخوتي علاش جاتها ايوا كلها كي جات كيتشي بعطاين باص لالا باص باص
اجي شت دوكالي ما جاش. وراه غادي يجي مع الحاج ولا ما خبرتش؟ لا وراه عدوا الخطبه اليوم مع عبد الحاج. اه وهادشي كاع ما في راسنا. ولاش بيتيها تكون في راسك؟ على مالك انت اللي غادي تجوج بها؟ وماشي معقول ولعب معنا في الفرقه يدرك عنا الخطبه ديالو. التفليه هادي واشرو راه هي اللي بغات. لا لا كاين شي حاجه ماشي هي هذيك، خاص المسائل توضح. احسن نيت هناتنا جات جات وحده تجي 10 كاع اطلقنا المعلم راه تابعنا الماتش. لا كول كول سيري سيري عليا هادشي سيري. سادية فرحانة واش نرج وجات يلا وسربي ولا راه العدو بدا كيتقلقوا. رحنا موجودين انت سربي سربي يلا يلا وانت حنا رحنا موجودين وتلقونا سربي. حيد حيد عليا هادشي حيد حيد. علي ارحك لم يكن حداك حتى تكر حداك زيد وليد وين دار الكفر لا حاج تبان تبان يا حاج حانا ذهب عكا سيتا نشوفها الصيور في غادي يخرج. اول حاجه غادي ندير ملي نولي الرئيس تاع الجماعه غادي نصيفط ليه هذيك اللجنه ديال الهدم يهدموا لي هذاك الحانوت اللي مدصر. لا 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 الحاج وهذه ماشي ديالك وهو راه فكر في المصلحه عاود ديالاش هالمصلحة علي قول لي ديالاش عنده الماتش هو الاول وراك عارف الحاج الا ربحنا غادي نضروا هذاك الشمال ديال بو علام في خان انا ما كنتوش تصبقوا هاد الروينه هذا تصبروا على شويه زربانين راي العيالات زيد اسمعوا الدراري الخطه ديالنا 11-11 هي 22 ولبسوهما تكنيكمون براتيكمون بشيشيكمون يلا اش نتوما لابس هذا؟ خاصو يتربى الدراري جاو مع الصباح وهي لطفات عليه الشمعة. قول لهم فين كنت؟ صاحبنا الدكالي اليوم تزوج سعدية بنت الحاج وهذا الشيء علاش عطلنا كاملين؟ قولها خفتينا نخطفوا عليكم؟ واش لا نقص؟ ما يلبس الشراوط وتا هو ضرب؟ خاصو يتربى أيها اللاعبون الأشاوس أين المفر؟ التيران أمامكم والعدو بعلام وراءكم وليس لكم والله إلا اللعب وتحقيق النصر واعلموا أنكم في ملعب سيدي الخدير وقد استقبلكم عدوكم بجمهوره وشعارته الخاوية وأنتم لا أسلحة لكم إلا أركابكم ولا وزر إلا ما تسجلونه على عدوكم من إصابات كثيرة بإذن الله والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. يلا ترى يلا يلا يلا
فراج جميل فراج جمال الحاج. حاج الله يجعل كل شيء بارك مسعود وانت تدير ودوز لعبي الاربيط واكل والله لا واكل تكلموا ودري تكلموا ايها اللاعبون العشاوي فكرت انت من برول تاع الهدره عشاويش قلت لك جيب الظلمه تاع الظلمه اكبر وتاع يخلعهم ولا نقول تاع يخلعهم نوض باش طيطك نوض عطينا هذا شطيطو نوض ما غاديش يلعب انا اللي كنقرر شكون غيلعب وشكون ما غيلعبش فرقتي هادي وانا اللي كنقرر شكون يدخل وشكون ما يدخلش انا كنحتاج تغتشي في حالك ها عار الله لما تفرق لي مع فرقتي انت ما كتعرف حتى حاجه بعدين سيدي حسن اش كيخرب نوض وليدي تحزم وندخل دابا على بوك الحاج شي حكمه يلا نوض you
السلام عليكم. تفضلوا سيدي معنا. تفضلوا معنا. نوض سيدي نوض. تفضلوا معنا. جانا المرق هادشي ليك هادشي اللي بان ليا انا هو موحى الاربيط انا هو موحى عطيني حمر انا هو موحى يلا سرويت سرويت طلع معاه سرويت سير سرويت فوالا بيان ولي تخور هنا خلينا البوهاني يكمل الماتش والله ما غيكمل هذا الماتش والبوهاني وصافي يا صاحبي وشنو درتي معايا مطلقنا يا صاحبي نعطيك 1000 ريال 10000 ريال 4000 ريال هي اللي كاينه هاك الله يربح يلا زيد صافي سي الحاج درنا بجوجنا حيو
إذا أعجبكم الفيديو لا تبخلوا علينا بالإعجاب والتعليق والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد.